أهلا بكم مشاهدينا في تغطية خاصة عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الساعات والأيام القليلة القادمة وحتى الجمعة 10 من يونيو. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية استمرار موجة الطقس الحار ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على كافة الأنحاء. كما تتوقع الهيئة استمرار ارتفاع درجات الحرارة لترتفع بمقدار درجتين خلال الفترة من الأربعاء القادم وحتى الجمعة. فيما كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار الأجواء الحارة على شمال البلاد شديد الحرارة على جنوب البلاد، ومن المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية، أما عن السواحل الشمالية 30 درجة وشمال الصعيد 38 درجة، أما عن جنوب الصعيد فتسجل درجة الحرارة 42 درجة مئوية. أما بالنسبة لحالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد، بتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم ارتفاعاً في درجات الحرارة ليسود طقس شديد الحرارة نهاراً على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على كافة الأنحاء. وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم سيشهد نشاط رياح على مناطق متفرقة على كافة أنحاء البلاد. أما بالنسبة للظواهر الجوية المتوقعة يومي الاثنين 6 من يونيو والثلاثاء 7 من يونيو، فبتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة. ننتقل إلى الأربعاء 8 من يونيو، يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة. أما عن الخميس 9 من يونيو فيشهد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة. وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد، تسجل القاهرة العظمى 36 والصغرى 23، أما عن الإسكندرية فتسجل العظمى 29 والصغرى 22، مطروح العظمى 28 والصغرى 20، أما عن سوهاج فتسجل العظمى 39 والصغرى 25، قنا العظمى 41 والصغرى 25، أسوان العظمى 42 والصغرى 26 درجة. هذه كانت كافة المستجدات حول أحوال الطقس، دوما بالتأكيد بنوفي حضراتكم بكل جديد. بشكركم شكرا جزيلا للمتابعة، كنت معكم على الأشرفة، شكرا لكم وإلى اللقاء.